اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد. حنا في مدينة الدار البيضاء وتحديدا في المنزل ديال الشابة زينب، السيدة اللي كانت عاودت لينا قصتها وكانت في نفسية صعيبة. اليوم حنايا جينا باش نقولوا انه المغاربة باقي فيهم الخير، جينا باش نقولوا على انه يقدر نهار الاول يبان لك المشكل ديالك صعيب وما عندوش الحل، ولكن الا كانت نيتك مزيانة ولقاك الله مع قلوب الخير تقدر تبدل حياتك وتبدل شحال من الحوايج اللي كنتي كتظن انهم عمرهم ما يتحلوا. ياك يا زينب اختي، واخا زينب نعاودو الناس قصتك الاولى، ونهار جينا عندك وانت حياتك عذاب. نرجعو شويه للور ونهضرو على المشكل اللي كان زينب قبل ما نهضرو على شنو تبدل اليوم. واخا سيدي تفضل. السلام عليكم. كنت عايشه واحد العيشه لا حول ولا قوه الا بالله، منا لا تلفازة لا تي شي حاجة. ولادي كيبقاو بالجوع، ولدي كيمشي للسوق باش يخدم، كيخلي قرايتو كيمشي. دابا الحمد لله خا ولدك كان كيخرج يبيع الملحة والميكا. اييه باش نتي عاوديني هاد القضية. ولدك اش كان كيدير؟ ولدي كان كيبيع الملحة والميكا وكيخلي قرايتو، كان كيقرا في بيتي، تيقرا في بيتي وكيعاونوه بيتي، كيخلي القراية ويمشي، كيمشي يمشي كيخلي قراية ويشوفني مريضة ويقول لي انا ماما غادي نخدم وباش يشري خوه لي كوش. ما كيكونش عندي باش ندير للدري لي كوش، كيمشي يجيب الخوه باش يدير لي كوش وباش كناكلو. يعني ولدك شحال عنده من عام؟ 14 عام. 14 عام خصو يكون راه كيقرا. واخا انت جيتي من الدار البيضاء، جيتي للدار البيضاء، جيتي من سلا، كيفاش جيتي للدار البيضاء ونهار حطك الكار هنا في كازا وما عارفه حتى شي واحد؟ مشيت لواحد البلاصه. واخا قولي جيت من كازا عاودي لنا شنو الاول. جيت من سلا كازا، جيت من سلا سمحت كلشي تما وجيت من سلا للدار البيضاء. جيت جلست حدا واحد السيده في البرنوصي، جلابتك جلابتي جالسه حداها وليداتي وكريرات ولدي جالسين بحال هكا. هي خرجت هي ووليدها، ديك المراه خرجت وعاودت دخلت وقالت ديك المراه مسكينه عندها الطربيه مالها. في الاول كانت غتجري عليا من حدا الباب، وفي الثاني جات عندي وخرجت لي الماكله وقالت لي كي تاكلي. كل الناس ديال الدار البيضاء داروا بيا وقالوا لي كي تاكلي وغطاوني. وكنشكر الناس البرنوسي وكنشكر نوره الله يكثر خيرها اللي وقفت معايا في الكرة، وكنشكر كنشكر خديجه وواحد السيد مول القهوه حتى هو كنت ساكنه كنت قال عاطيني الحانوت فين نجلس. ومن بعد ملي كريت عند خديجه جرى عليا باش خديجه جاتني لهنايا. واخا كانت حياتي كلها مشاكل، كان حياتي كلها مشاكل. كيفاش؟ كان حياتي انا كلها مشاكل، كلها كانت حياتي مشاكل. وديك السيده نوره في الاول ملي انا جبت الصحابه قالت لك علاش زينب ما قلتيش ليا، ما قلتيش ليهم انا اللي كريت ليك وانا اللي. واخا ماشي مشكل، دابا حنا نهار تلاقاي مع شفتك. انا ما بغيتش نشكر المنبر ديالي والهدف ديالي ماشي نقول شفتي، ولكن انا بغيت انت كيفاش تلاقيتي معنا، فاش عيطتي وتلاقيتي معنا، عاودوا الناس القصه كيفاش تلاقيتي مع شفتك. انا ملي تلاقيت شفتي عاود ولات حياتي جديده، كنبدا باديها جديده. كيفاش تلاقيتي معنا؟ نعاودوا الناس كيفاش عرفناك، لانه كاينه واحد المصادفه غريبه. انا حنا كنا في ديبلاسمون اخرى غادي نصوروا مع واحد الحاله يمكن في النواحي ديال البرنوصي، ياك عيط كنا نصوروا واحد الحمله امنيه ما عندها حتى علاقه بالحاله الخاصه. مسكين داك الشيء. شنو وقع هذاك النهار؟ انت كتبكي وعندك مشكل. انا كنت جالسه حدا الباب كنبكي 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 بزاف، وهاد السيده واحد جارتي هنا قالت لي الا بغيتي تنقضي راسك سيري تشوف تي في. قالت لي ها هما دايزين، وقفت على الدري كنبكي. خلى ديك الحاله مسكين وجا لعندي انا. انا كنشكرو بزاف سبيل الله سبيل الله، والله يسهل عليه. واخا هذا واجب وهذه خدمتنا، الله يزيدو قراد في قراد. هذه خدمتنا، كنشكر شوف تي في بزاف. هذه خدمتنا لاله واجب. واخا تلاقيتي مع كاميرمان يمكن هو كاع ما فاهمش وما يعرفش، ولكن تفاعل معك لانه هذا هو وراني كيفاش ندير، وراني كيفاش فهمتي. الدراري هو وثلاثه الدراري كانوا معاه الله يعمرها دار. اي عطيتي التصريح ديالك مورا في الدواء معك الصحافه، دويتي مع شوف تي في، دويتي معنا من موراها. واش كنتي ضامنه انه حياتك غتبدل هكا؟ لا ما كنتش ضامنه بلي حياتي غتبدل بحال هكا وندير بحال هكا ونعيش بخير الحمد لله. مورا الفيديو توقع الناس مورا الفيديو عيطوا لي الناس، غير لاحوا عيطوا لي الناس. ديك الساعه كلشي تساعد معايا، خارج المغرب داخل المغرب خارج المغرب، تليفوني ما سكتش. اما دابا عندي الورق ديال الشيكات كلهم عندي مخبيها.
اي طولك الناس. آه الحمد لله. واحد السيد عاد صيفط ليا دابا 30,000 ريال باش نشري العيد، سميتو هشام، فرنسا عايش، الله يكثر خيره ويخليني واخا يولد هادو عليه. محسنين اللي يمكن ما يبغوش يذكروا اسمائهم، ولكن الا بغينا نهضروا، واش كنتي تايقه انها غادي تحل لك المشكل ولا انت درتيها في يد الله؟ لا انا درتها في يد الله سبحانه وتعالى، انا درتها غير في يد الله وتنشكر. شفتي في بزاف ما سحبليش حياتي غادي تبدل بحال هكا، موليش عايشه بحال الناس. انا شنو تبدل في حياتك؟ وليت بحال الناس، كنتفرج بحال الناس، ناكل بحال الناس، تنخرج بحال الناس، ما كنتش كنت هي خدامه كي بحال بحال شي طاكسي ما كيحبش، تخدم بالليل وبالنهار ما خصوش اه ما يحبس كان عندك لك الفاجات اللي كان حتى شي حاجه، غير خساره وشي بونج عطات عليا المراه وسداري. تعذبت في حياتي ودابا كنحمد الله ونشكره، انا كنحمد الله شنو ونشكره. تبدل عندك شنو ولا عندك؟ ولات عندي التلفازه، الثلاجه اللي درتيها حتى تبقى سدادر بحال الناس، ملايات جداد. كنا كنتغطى مع انا فيا الحساسيه، فيا الحساسيه اللي تغطيت بها كنبقى نعطس. دابا بخير الحمد لله، كل شيء عندي جديد دابا، غير بيت مضيق شويه وصافي. تعاطفوا معك قلوب الخير ان شاء الله. ويعاونوك ناس من داخل المغرب وخارج المغرب. بزاف ديال الناس وتنشكرهم بزاف. اخا اليوم كيفاش كتعيش حياتك الجديده اجينا بختي؟ بخير، شريت لولدي، ما كانتش عنده كروسه باش ندوزو حيت ظهري ما بقيتش قادره نركبه، شريت لولدي كروسه، تنخرجو نتسارو نقيقين، درت حويجات زوينين، فصلت جلالب زوينين، الحمد لله. اللي كنت كنتمنى نلبسهم وليت كنلبسهم، الحمد لله، لانه قلبك مزوين الحمد لله. ربي لقاك مع قلوب الخير. حيت انا كنت في سلا ملي كنت صغير، كنت كندير السيرك، بطلة السيرك في قصبة قناوة، كنت كندير السيرك تما، وكنت بايخر عليا وكنت غنخرج لبرا، كانوا كاين هما كيدونا لفرنسا نلعبو السيرك وداكشي. ما بقي ملي وقع لي هاد المشكل صافي تجوز، صافي وليت هكا بحال حياتي تعذبت. الناس كانوا كيشوفوك في القهوه كتلقاي بولدك في ظهرك. والميناج كيفاش كنتي كتخدمي؟ كتجيني يعني كندير ولدي في ظهري، كنغسل الماعن ملي كيكون الكره، كنغسل الماعن ونديرو في ظهري شويه ينعس، نحطو كنحطو حتى هو مسكين مكرفس معايا، وكان طربيه ومول القهوه تنشكرو بزاف، كان مساعدني، واي واحد كيساعدني وكنخدم معاه كنشكرو بزاف. كنت عندي طربيه وتيساعدوني وتيشريو لي وتيعطيو لولدي، وكتلقى منشي دار معايا هنا في الدار البيضاء تمن، كيزيدني الثمن، تيقول على وجه ديك الطربيه. وما عمري اخويا ديما ندخل عليهم الحلال، في حياتي ما عمري ما دخلت عليهم الحرام، ديما ندخل عليهم الحلال، واخا ناكل غير الخبز واتاي وانا وياهم وعايشين بخير. المهم الحرام ما عمري ما دخلت ليهم، حتى انا كبرت يتيمه وعشت يتيمه، وداك الشيء اللي تحرمت منه في صغري ما بغيتش ولادي يتحرموا منه، فهمتي خويا؟ هذا الشيء اللي كاين. كنبغي انا ما درت راسي في شوف تيفي، حتى بغيت نبين لولادي انا راه معيشاكم بخير. واخا يمكن الناس كيقولوا لك لاموك على شوف تيفي، ولكن لامتني سميتها اختي اللي مربيني، هما هي اللي لاموني، قالوا لي شوهتينا. انا ماشي شوهتهم، كنا كانوا هما يقدروا يهزوني ويهزوا ولادي، ما نديرش هكا ولا تشد ليا ولدي ونخدم، الا كنعرف الخط بالصح هادشي، الا كنعرف اختي بالصح تقول لي اري ولدك نشدو لك وسيري تخدمي. انا تعذبت بيهم، ضربت تماره، ومره كنعطي ملي كنكون خدامه السيمانه ودخل عليا الشهر، تنعطي لمولا الدار غير النص وتنخلي لها النص، وتنقول نبقى بالجوع وما نقدرش نخلي ولادي، حيت انا ملي جيت لهنا بت في الزنقه، قلت انا بت في الزنقه وما نعاودش نعاود نبات في الزنقه. قلوب الخير عاونوك ماديا معنويا، لقيت الناس وقفوا معاك. شي هنا في الدار بدشي كيجيبوا لي ليكوش، الباكيت ليكوش، وحده جايه من هي وراجلها في كورونا، كيجيبوا لي زعما داك التليفون من عند الله سبحانه وتعالى، ورضت الوالدي ما سكتش. ما نقولش لك اخويا نكذب عليك، كل شيء عاوني، ليش يقول لك شوف تيفي شوف تيفي، لا عمرها دار، فهمتي؟ ان شاء الله يا ربي تكون حياتك كامله كيف ما كتمني، امورك تمشي مزيان. امين اخويا. اليوم حنا
انت باقي ما كاينش العيد الكبير، الناس عاونوك وقال لك هاكي باش تشري الحوايج. الله يكثر خيرك. كان احساسك اللي انت كنتي كتخمي العيد الكبير؟ كنت في الاول جالسه كنفكر شويه، ويعيط لي السيد وقال لي انا نصيفط لك شي حاجه باش تشري العيد الكبير. عرفتي فرحت، بقيت كندعي معاه، قلت لي راه وصلتني الامانه، حيت السيد فتح لي كيجيب لي، كيمشي كيجيب لي. انت ما عندكش حتى لاكارت؟ ما عنديش لاكارت ناسيونال، والله يا ربي تسهل لي يجي يعاوني غير في شهاده السكنه باش نصايبها ان شاء الله. باش تصايبي لاكارت؟ بغيت نصايب لاكارت لاسيونال ديالي، ما كرهتش باش نخدم حتى انا خدمه زوينه. واخا الناس كيقول لك واش غيبقاو يعاونوك ديما، ولا انت مستعده تخدمي زين؟ انا مستعده نخدم، واخا الناس شي مره قالت لي كل شهر غادي نصيفط لك، ولكن انا باغيه نخدم على راسي، باغيه الخدمه باقه صغيره، باغيه نخدم، حيت انا كنرضع دابا ولدي حتى باقي كيرضع، باقي ما فطمتوش وكنخدم. بالنسبه للناس وحده في هولندا قالت لي غنصيفط لك 4 شهور غنعطيها لك، صيفطت لي باش في العيد، قالت لي غنصيفط لك في رمضان، في العيد ديال رمضان. قالت لي هاكي ديري وليداتك وكسي وليداتك ولبسيهم. ولدك اللي كان كيخدم عليك سمعت انه من الناس يقول لك ما خصوش يخرج؟ الناس قالوا لي ما تخليش داك الدري يبقاو يمشي للسوق التقليد عليك. وتا انا شريت لولدي حويجات، شريت لي تليفون ما كانش عنده، شريت لي التليفون، داكشي اللي كان كيدير لي ولدي، شريت لي السبرديله غاليه، شريت ما خليت ما شريت لولدي. حيت علاش؟ حيت ولد صغير مرض كيشد باليو و تيقول لي ماما غسل لك رجليك، ولا كيدير لي الدر هنا ويقول لي ماما انت مريضه. ولد صغير هاز لي همي، داكشي اللي داروا لي عوضتو ليه الناس المحسنين كيعاونوني، عوضتو لولدي. اكيد فقلوا بالخير باقي كاينين. انت خير مثال، لانه باقي الخير في المغاربه، باقي الناس كيعاونوا، الناس اللي تيقول لك ما بقاش الخير، ها هو الخير باقي كاين الحمد لله. مازال لقيناك على خير، ان شاء الله نجيو عندك في بلاصه احسن من هكا وحياتك تكون مبدله. كلمه المغاربه اللي عاونوك من قلبك وبغيتها بفرحه، انت حنا دابا تهديو في الفرح، بارك علينا الحزن والدموع بالفرحه. شنو تقولي للمغاربه اللي ساندوك وتفاعلوا مع القصه ديالك؟ انا تنشكرهم بزاف وفرحانه، تنشكرهم بزاف، الله يرحم الوالدين، وكنشكر شوف تي في حتى هي اللي ساندتني وعاونوني وقفوا معايا، الله يكثر خيرهم والله يسهل علينا. تبارك الله عليك اختي، نتمنى لك الخير ان شاء الله، والله دخلنا عليك بالرحمه ان شاء الله ونجيو عندك غير في الخير. شكرا بزاف اختي زينب، كنت فرحانه كنت معاك، وشكرا لقلوب الخير اللي نقدوا حياتك وبدلوا فيها بزاف الحوايج اللي كانوا يمكن ما واضحينش من قبل. شكرا لك، شكرا، تبارك الله عليك اختي.